بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من برنامج الاشبال. دايما في برنامج الاشبال هيكون لنا هدف ولينا رساله مهمه جدا، هي اكتشاف المواهب. في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي عندنا كنز من المواهب، دايما هنقدم له الدعم والرعايه علشان كل جماهير النادي الاهلي تعرف المواهب الموجوده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وبرضه الاشبال دايما هيهتم بكل المواهب الموجوده في مصر. زي ما وعدنا حضراتكم بكره استنونا حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي الساعه 1:30 والاستوديو التحليلي لمباراه شباب الاهلي شباب المقاولين العرب مواليد 97. في الاشبال دايما هتعرفوا كل كبيره وصغيره عن كنز الاهلي. دايما في برنامج الاشبال هنسلط الضوء في كل حلقه على نجم ليه تاريخ كبير داخل النادي الاهلي، وهو لاعب وهو مساهم في اكتشاف المواهب والنجوم. نجمنا النهارده لعب 400 مباراه مع النادي الاهلي، اكيد رقم كبير. كان صخره في الدفاع وكان بيتميز بالاداء الرجولي في الملعب. حقق بطولات كتير مع النادي الاهلي، 5 بطوله دوري عام، 6 بطولات كاس مصر، 2 بطوله دوري ابطال افريقيا، وثلاث بطولات كأس الكؤوس الأفريقية. بعد مشوار طويل وبعد ما قرر الاعتزال انضم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي وعمل في مجال التدريب، مرن فرق كتير داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. بعد كده أصبح نائب لرئيس القطاع، وفي سنة 2016 كان مديرا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. نجمنا النهاردة هو كابتن محمود صالح. نشوف تقرير عن الكابتن محمود صالح ونرجع لحضراتكم مرة تانية. محمود صالح 400 مباراة في حب الأهلي. ولد الكابتن محمود محمد صالح عباس بحي بولاء أبو العلاء المطل على نيل القاهرة في 16 من أغسطس عام 1960. لم يلعب كرة القدم فقط، بل مارسها ودرسها وتعلمها حتى حصل على بكالوريوس التربية الرياضية شعبة كرة القدم عام 1982. لم يكتفي بهذا في حب كرة القدم، بل واصل الدراسات العليا في كرة القدم ليقدم أنموذجا للناشئين والأشبال في أن النجاح في الملاعب لا يتوقف على النجاح في التعليم والعكس. تدرج الكابتن محمود صالح في جميع فرق الناشئين بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، لعب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جيل العمالقة، وكان عمره لم يتجاوز 20 عام، بالرغم من تناوب العديد من الأجهزة الفنية مسؤولية تدريب الفريق، إلا أن مكانه ظل محفوظا له في خط ظهر النادي الأهلي وتشكيلته الأساسية، وذلك منذ موسم 81 وحتى نهاية موسم 92، حتى أصبح من أكثر لاعبي الأهلي تمثيلا للفريق. لم يتغيب عن تشكيلة الفريق طوال تواجده في الملاعب إلا لظروف قهرية. شارك مع الأهلي في حوالي 400 مباراة، هو رقم لم يتجاوزه إلا الكابتن أسامة عرابي وهادي خشبة. حقق مع الأهلي العديد من البطولات على المستوى المحلي والقاري، حيث فاز مع ناديه بخمس بطولات للدوري العام، 6 بطولات لكأس مصر، بطولتين لدوري أبطال إفريقيا، 3 بطولات لكأس الكؤوس الإفريقية. تميز محمود صالح بقوة أعصاب حديدية، لقب بصخرة الدفاع في ذاك الوقت. استطاع أن يسطع نجمه في قيادة دفاع الأهلي بعد النجوم الكبار الذين لعبوا في هذا المركز الخطير من أمثال مصطفى يونس، حسن حمدي وزير الدفاع، ماهر همام المدافع الهمام. اعتزل الكرة عام 92 بعد مشوار طويل من العطاء، رافضا الانتقال واللعب لفريق آخر في الدوري المصري رغم كثرة العروض،
وذلك بعد القرار التاريخي للراحل صالح سليم باستبعاده مع الكابتن ربيع ياسين والكابتن طاهر أبو زيد والكابتن علاء ميهوب من قائمة الفريق بعد تحقيق لقب كأس مصر عام 92. بعد الاعتزال اتجه ابن الأهلي البار ليعمل بمجال التدريب في قطاع الناشئين حتى تقلد رئاسة القطاع. في عام 2014 واجه مشكلة تسنين في الناشئين سلط الضوء عليها، كما أنه تقلد منصب المدرب العام للفريق الأول في بتروجيت وإمبي. الآن يتواجد مديرا للجنة الفنية لكرة القدم في النادي الأهلي محمود صالح. 400 مباراة في حب الأهلي. أكيد اسم كبير داخل النادي الأهلي كابتن محمود صالح، اسم مشوار طويل في اللعب في النادي الأهلي، وهو برضو مساهم في اكتشاف المواهب، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق خلال الفترة اللي جاية بعد أن تم اختيار مدير اللجنة الفنية في النادي الأهلي لاكتشاف المواهب. هنروح دلوقتي لفقرة أخبار القطاع في الصحف والمواقع، وكل حلقة في برنامج الأشبال دايما هنوجه الشكر والتحية لكل المواقع اللي دايما بتسلط الضوء على الناشئين والموهوبين داخل مصر. اليوم السابع موقع الرسمي للنادي الأهلي فيتو، الفجر، أخبار اليوم، الأهرام، كل الصحف والمواقع اللي بدأت تفرد مساحة كبيرة لناشئنا وموهوبنا داخل الصحف. هنشوف دلوقتي، هنستعرض مع حضراتكم أول خبر. يوسف يتابع مباراة أهلي 2000 أمام النصر. كان الكابتن محمد يوسف بعد ما رجعوا من أثيوبيا، ونبارك طبعا النادي الأهلي أنه صعد لدوري المجموعات، كان حريص انه يروح النادي الاهلي مدينه نصر ويتابع مباراه ال2000 امام النصر، وكان برضو موجود معاه الكابتن طارق سليمان. ثاني اخبارنا، مؤمن وحمدي وريان والجزار يدعمون شباب الاهلي امام طلائع الجيش. ده في الوقت اللي كان فيه مباراه افريقيه للنادي الاهلي جيما الاثيوبي، ما كانش اللعيبه متايده في القائمه الافريقيه، هم حرصوا انهم يروحوا يلعبوا ويجهزوا مع فريق شباب النادي الاهلي، وما شاء الله قدموا مباراه كبيره جدا. فتح مبروك أبناء الأهلي جاهزون لخدمته في أي مكان. يعني طبعا الكابتن فتح مبروك عامل شغل كبير جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لازم نثني على هذا الشغل وعلى اختياراته للمدربين. برضو تم اختيار الكابتن هشام حنفي أنه يصبح يكون نائب للكابتن فتح مبروك، ونتمنى إن شاء الله الكابتن هشام حنفي التوفيق خلال الفترة اللي جاية. من موقع فيتو، إيقاف مسابقة الناشئين بمنطقة القاهرة لكرة القدم بسبب الامتحانات. خلال الفترة الجاية في امتحانات عندنا لكل الناشئين، فمنطقة القاهرة قررت إنها يعني تأجل المسابقات علشان الامتحانات، وده كان حريص الكابتن حمادة الشربين رئيس منطقة القاهرة على إيقاف مسابقة الناشئين والشباب بداية من 28 ديسمبر الجاري واستئنافها في النصف الثاني من يناير 2019 بسبب امتحانات نصف العام الدراسي. عندنا برضو هو قرر إيقاف مسابقة مواليد 2004 تحت 14 سنة من اعتبار من الجمعة، وإيقاف مسابقة مواليد 2000 سوبر منطقة اعتبارا من الحد 28 ديسمبر، وأعلنت المنطقة استئناف مسابقة الشباب والناشئين من مواليد 97 حتى 2003 عقب انتهاء الامتحانات الدراسية. هروح برضو عندنا من أخبارنا، أربع لاعبين من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أربع لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب الشباب. عندنا النادي الأهلي تلقى خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم باستدعاء أربع لاعبين هم عربي بدر ويوسف عبد القادر ومحمود صابر ومحمد المغربي. بيخوض منتخب الشباب المعسكر الثالث له في أحد فنادق القاهرة في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2021. نتمنى طبعا للكابتن ربيع ياسين والكتيبة المعام المدربين التوفيق خلال الفترة الجاية. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن ربيع ياسين. ازيك كابتن ربيع؟ كابتن أسامة، صحتك، أهلا بيك، ازي حوالك؟ طمن بقى كل جماهير مصر على مستقبل الكرة المصرية منتخب الشباب. وانا عندي معسكر لمدة 10 أيام إن شاء الله، في ثلاث مباريات إن شاء الله تعالى،
احنا بنعمل طبعا جيل مصر الموضوع يعني بنشوف طبعا يعني في اوقات ان انا بلف طبعا عند الدوري بشوف الدوري بشوف الماتشات بشوف المواليد، وفي نفس الوقت احنا شغالين في البناء يعني في بناء لاعب ان شاء الله يكون امل مصر بامر الله عن طريق طبعا التدريبات. انا عملت لهم قبل الانضمام للمعسكر قياسات وتحاليل وشغال، لان موضوع التغذيه ده مهم جدا جدا يا كابتن اسامه. تمام. زائد موضوع بقى التدريبات ان انت بتشتغل على انك تكرارات كتيره جدا وتصحيح تكرارات وتصحيح، وفي نفس الوقت بحاول خبرات بياخدوها عن طريق السلبيات والايجابيات والماتشات بنقول لهم اخطائهم وبنشتغل يعني الشغل كله يعني كتير جدا عشان نقدر نصنع لاعب دولي يقدر بامر الله تعالى يعمل نتائج كويسه ان شاء الله تعالى. هل الكابتن ربيع ياسين استقر يعني على الاقل بنسبه 60 70% من القوام الرئيسي اللي ممكن يكون موجود في منتخب مصر؟ لا طبعا يا اسامه لسه، انا ده ثالث معسكر ليا ب 10 ايام يبقى 30 يوم. تمام. بوحدات تدريبيه بمواعيد تغذيه بمواعيد محاضرات بمواضيع بماتشات، يعني في ثلاث ماتشات واثنين قبل كده ادي خمسه وماتش في معسكر اول ادي ست ماتشات، دول ما يصنعوش لسه، القناعه لسه ما جاتش عندي في بعض من المراكز تمام. اللي ممكن اكون استقريت عليها، انما طبعا ما فيش كتير جدا لان انا بحتاج وقت واحب الوقت، والولد لازم اديله وقته في الانتقاء وقته في الشغل وقته في التدريبات وقته في الماتشات يا اسامه عشان اقدر اقول ده لعيب كويس يصلح او لا يصلح. تمام مظبوط مظبوط. يعني حضرتك لسه في مرحله طبعا عارف ان الوقت مهم جدا والولد لازم اديله فرصته وياخد اكثر من فرصه عشان ما يظلموش باذن الله. طمنا بقى على لعيبه النادي الاهلي خاصه ان حضرتك يعني تم اختيار عربي بدر يوسف عبد القادر محمود صابر محمد المغربي. انا مختار اربعه من النادي الاهلي طبعا. تمام. هيثم وعربي ومحمود صابر ويوسف عبد القادر. تمام. دول اربعه طبعا النادي الاهلي طبعا النادي الوطنيه ونادي مش يعني طبعا متعاون جدا جدا مفيش كلام، والنادي الاهلي هو متصدر الجدول ومرشح بقوه انه ياخد الدوري طبعا واكثر من لعيب كويس. تمام. ان شاء الله بدي فرصه للجميع يا اسامه ان شاء الله. انا عندي 13 نادي، عندي 25 لعيب من 13 نادي، بحاول ان شاء الله ادي كمان فرصه، وبعد كده مش هيبقى معايا ان شاء الله تعالى الا اللعيب الدولي اللي هو قادر باذن الله ان يمثل بلاده على اعلى ما يكون واحسن حاله فنيه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، شكرا جزيلا لك. اتمنى طبعا الكابتن ربيع ياسين وجهاز المعاون ليه في المهمه، ودايما الكابتن ربيع ياسين معودنا دايما على النجاحات، خاصه ان كان ليه تجربه ناجحه قبل كده مع منتخب الشباب وقدم مصريه ووصل كاس عالم، فنتمنى له ان شاء الله هو وكابتن عبد الستار صبري التوفيق خلال الفتره التانيه خلال الفتره اللي جايه. برضو كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن موضوع مهم جدا، كنا فتحنا قضيه هي قضيه التزوير والتسنين، كان معانا وقتها الاستاذ والكابتن احمد محفوظ عضو منطقه القاهره لكره القدم، واتكلمنا كان في عندنا مشكله بين الغابه والمقاولين العرب، كان 2005 كان مباراه الغابه والمقاولين، كان الغابه قدم احتجاج رسمي لمنطقه القاهره على ان في لاعب يعني في تزوير في اوراقه اللاعب ابراهيم الونش. هيكون معانا دلوقتي الكابتن احمد محفوظ، هنشوف هو كان وعدنا ان شاء الله ان هيكون في قرارات في الموضوع ده. كابتن احمد اهلا بيك كابتن، ازاي حضرتك اخبارك ايه؟ اهلا بيك كابتن، ازيك الحمد لله. كنا اتكلمنا مع حضرتك الاسبوع اللي فات عن واقعه التزوير ويعني ونادي الغابه كان قدم اوراق رسميه بسبب اللاعب ابراهيم الونش. منطقه القاهره خدت قرار ولا لسه يا كابتن احمد؟ بس يا كابتن اسامة احنا عملنا حولنا الموضوع للتحقيق وجبنا فعلا إفادة من المنطقة التعليمية اللي أثبتت ما يفيد صحة الاحتجاج اللي متقدم. تمام. وهو القرار احنا انا هقول لحضرتك قرارات مثيلة عشان ما نبقاش طلعنا قرارات قبل ما نصدر عليها في المجلس. القرارات المثيلة احنا بنلغي نتيجة المباراة اللي اشترك فيها اللاعب المزور، وبندي توصية ان اي مباراة لعب فيها هذا اللاعب بتلغى النتائج فورا. لكن انا عايز اقول لك اللي ابعد من كده، احنا لسه اول امس اكتشفنا حاجه جديده بقى. يعني انا بس عايز قبل ما انتقل للنقطه ثانيه يا كابتن احمد، يعني اذا ممكن يكون القرار القرار الاقرب لمنطقه القاهره هي الغاء نتائج المقاولين العرب في كل المباريات اللي شارك فيها اللاعب ابراهيم الونش، مظبوط كده؟ صحيح، ده صحيح، لان احنا خدنا قرار مشابه ليه في ماتش اليوبليس مع شمال القاهره. تمام تمام تمام. احنا لا، ده انا بقول لحضرتك دلوقتي للاسف، يعني بقول للاسف ان الاداريين او المدربين بيلجأوا دلوقتي بحيله غريبه جدا على المفروض مجال الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص، ان احنا صحينا باربع كرنيهات مزوره، لعيبه بتلعب باربع كرنيهات مزوره،
يعني وصل بيهم دلوقتي بيزوروا كأنهات المنطقة. ده قضية جديدة دي يعني العملية مش عملية تزوير لاعب، ده بقى تزوير الكارنيه نفسه اللي بيصدر من منطقة القاهرة. بالضبط، لكن احنا عاملين حماية للكارنيهات اللي احنا بنطلعها للعيبة، عشان كده اكتشفنا التجهيز بسهولة جدا. وانا فور مجال التحقيق حولته دول لاعبين جابوا لي اجابه ان الكارنيهات الارقام دي كلها مزوره، وارفقنا الحقيقي بتاع الارقام دي، يعني التسجيل بين مش محتاج ان احنا نجيب من اي جهه ثانيه. تمام، ما يعضد التسجيل. يعني النهارده العقوبه ممكن تكون على نادي اللي قام بتزوير الكارنيهات دي. لا ده هيكون على النادي وعلى المدرب وعلى الاداري، واحنا ان شاء الله هندي اقصى عقوبه، لان ده كده حاجه كتير جديده في مجال كره القدم ومجال الرياضه عامه، ان يتم تزوير الكارنيه للاعب بيشترك فيه. احنا طبعا بنشيد بمنطقه القاهره في الشغل، يعني الواضح والشغل ان حضراتكم في كل قضيه موجوده للناشئين، حضراتكم موجودين فيها، وفي اهتمام وفي قرارات بتتاخد من منطقه القاهره. عايز اخد حضرتك يا استاذ احمد لمنطقه ثانيه، هي منطقه الملاعب، خاصه ان المسابقات اللي تابعه لمنطقه القاهره في ملاعب لا تصلح ان ممكن اللاعب يلعب عليها. عندنا ملعب السكه الحديد، كان عندنا مباراه بين الاهلي والسكه الحديد، وفي عندنا اللاعب يحيى احمد يعني جاله كسر في الانكل وفي الجبس لمده 3 شهور. احنا دلوقتي بنستعرض على الشاشه دلوقتي على قناه النادي الاهلي صور سيئه جدا لملعب السكه الحديد. يعني الملاعب اللي زي دي ممكن منطقه القاهره تاخد قرار ازاي يا استاذ احمد فيها؟ بس مسامع، انا فورا لو جالي الشكوى من النادي الاهلي فورا بتاخد اجراءات رسميه على طول، بنزل اللجنه الفنيه عندي وبستعينوا بلجنه فنيه هندسيه معاهم ينزلوا عين الملعب، ولو كان الملعب سبب عدم لياقته لاقامه المباراه لانه ممكن يكون في اذى لاي من بدايه من البراعم حتى الناشئين، بنوقف اللعبه عليه تماما وبننقل يوم هم يجيبوا لنا ماتش الملعب ده فيه، يا اما بننقل المفروشه خارج الملعب عليه. تمام، يعني النهارده ملعب زي السكه الحديد، خلي بالك ملعب السكه ده احنا ما بنتكلمش من دلوقتي، ده من وقت ما انا كنت ناشئ ولسه صغير هو ملعب السكه ما زال زي ما هو. فالنهارده احنا لو عايزين نحافظ على الناشئين مصر، عايزين نطلع محمد صلاح للكره المصريه جديد، لازم نهتم بالملاعب يا استاذ احمد، ولازم يبقى في زي ما حضرتك بيكون لجنه دايما في بدايه الموسم من منطقه القاهره ومن الاتحاد المصري لكره القدم يعني تعيين الملاعب دي كلها، يتم المعاينه للملاعب، والملعب الذي لا يصلح ما فيش مشكله ان السكه الحديد يلعب الماتشين في المولين العرب او يلعب الماتشين بتوعه في النادي الاهلي. طيب عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انت عارف ان احنا في مجال التخصص في القانون احنا ما بنحكمش ولا بندي قرارات بالمعرفه الشخصيه او بالمعلومه الشخصيه بتاعتنا، يعني انا ممكن انضم لحضرتك من اي ما انا كنت لاعب وانا عارف ان ملعب السكه او اي ملعب ثاني بدون مسميات نادي سيئة، لكن انا ما بعتمدش على رايي انا الشخصي او التجربه الشخصيه، انا بنزل اللجنه هي بتكتب تقريرها. ولكن انا عايز اقول لك ان الملاعب بيبقى معاينتها في بدايه الموسم مشتركه ما بيننا وما بين الاتحاد، لان في مسابقات قطاعات ده بيشرف عليها الاتحاد بينزل يعاين، في مسابقات منطقه انا بنزل كمان اعاين، ولكن اي شكوى هتجيني من اي ملعب فورا هناخد الاجراءات القانونيه واللائحيه، واحنا بنبص للناشئين ولادنا زي ما انت قلت حضرتك، احنا عايزين نطلع محمد صلاح واثنين وثلاثه، يمكن عشان التجربه انا حسيتها مكالمتك الجميله مع كابتن ربيع ياسين. تمام. دعواتنا ليه بالتوفيق هو كابتن عبد الستار. احنا بنعمل تحضير وتجهيز لاي منتخب يقوم الاتحاد الكوره حتى يطرا لاي مسابقات مقدمه. تمام. هنعمل منتخبات 2005 و2006 وهنعمل فعلا ان احنا نعمل كمان 2001 الناس اللي ما حلفهمش الحظ مع كابتن ربيع، احنا بنجهزهم ونعمل لهم منافسه بحيث ان اي جهاز يتولى تدريب منتخب هيلاقي عندنا قاعده ومش هيتعب اختيار اللعيبه خالص بالنسبه للعيبه منطقه القاهره كره القدم. تمام، كابتن احمد محفوظ عضو منطقه القاهره لكره القدم، شكرا جزيلا لك. بنشكر اهتمام بالقضايا اللي احنا بنطرحها هنا في برنامج الاشبال، دايما بنلاقيهم يعني في حل وفي حل سريع، فلازم ده شكر واجب علينا من رجل الأشبال ان احنا نشكر كل القائمين في منطقة القاهرة. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية.
كان في زياره مهمه جدا خلال الاسبوع اللي فات، زياره الكابتن محمود الخطيب لاكاديميه النادي الاهلي في مدينه نصر. هو حريص كابتن محمود انه يهتم بقطاع كره القدم كله في النادي الاهلي، فريق اول ناشئين وبرضه الاكاديميات. ان شاء الله خلال الفتره الجايه هيتم تغيير ارضيه الملاعب في مدينه نصر علشان ولادنا في الاكاديميه. وزي ما احنا شايفين دلوقتي الصور هي دي كابتن محمود الخطيب مع المدربين والاداريين اللي بيعملوا في قطاع الاكاديميه في النادي الاهلي في مدينه نصر. معانا دلوقتي على التليفون الكابتن خالد بيبو مدير اكاديميات النادي الاهلي. ازيك كابتن خالد؟ اهلا بيك كابتن اسامه، ازيك ووحشني جدا ومنور شاشه قناه النادي الاهلي ودايما كده متالق. ربنا يخليك يا كابتن بيبو، عامل شغل يعني ما شاء الله شغل هايل جدا من وقت ما توليت ملف اكاديميات النادي الاهلي. شايف زياره الكابتن محمود الخطيب للاكاديميه في مدينه نصر، ازيك يا كابتن بيبو؟ الحمد لله رب العالمين، طبعا بشكرك جدا على المقدمه الجميله. وهو كابتن محمود الخطيب على فكره هو معانا على طول في الاكاديميه، يعني هو طول الوقت الاخبار كلها بيسال عن كل تفصيله كبيره او صغيره في الاكاديميه، عارف كل التفاصيل عن الاكاديميه، هو اهتمامه كبير جدا ودايما يعني موجود معانا. الزياره الاخيره دي طبعا بسببها هو عايز التطوير للاكاديميه في الفتره الجايه، فروحنا طبعا المكان الرئيسي بتاعنا هو مدينه نصر. فطبعا انا اتكلمت مع الكابتن وهو قال لي لا خلاص انا لازم اجي ازور المكان واشوف المكان بنفسه. جه واتفرج على المكان قال لي لا خلاص احنا لازم نغير الارضيه بتاعت الملعب، وان شاء الله كمان هيبقى فيه تغيير للمبنى الاداري. تمام. يعني في طفره ان شاء الله انشائيه كمان للاكاديميه خلال الفتره الجايه. لا ان شاء الله، يعني الناس ان شاء الله هتشوف حاجه متغيره خالص في الفتره الجايه، سواء في نظام التقديم، سواء في تحركات جوه النادي، ازاي الناس يعني هنسهل على الناس الاجراءات ان هي يبقى بيشترك والمسافات تقرب. يعني كان الاول في مسافات طويله قوي في الاشتراك واستلام النت. تمام. كابتن اتكلم معايا ان لازم نقرب على الناس المسافات وان الناس كلها تشتغل من مكان واحد، فان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في زي ما بيقولوا ايه تطوير كبير جدا، سواء في الانشاءات، سواء في الملاعب، سواء في الكراسي اللي هي الموجوده في الدرجات دي كلها. لاولياء الامور. لاولياء الامور طبعا هتكمل، وكان في تندة فالكابتن قال لازم في تندة كمان في الممر. تمام. في تندة كمان للممر عشان المطر والشمس لاولياء الامور، والتجهيزات تبقى مختلفه خالص في الفتره الجايه ان شاء الله. ده يعني بعد زياره الكابتن طبعا ان الفتره الجايه هيبقى فيها جري كمان بشكل كبير جدا عشان الحاجات دي تخلص في اسرع وقت ممكن. عشان الناس كلها تحس بالتطوير اللي حصل في الاكاديميه. عندنا كم فرع يا كابتن بيقول الاكاديميه في مصر، اكاديميه النادي الاهلي؟ والله احنا كان عندنا 11 فرع ما شاء الله، وعندنا اثنين بتوع الكويت والامارات، وقدرنا الحمد لله في الشهر اللي فات كمان نفتح الفرع ال 12 ما شاء الله. كويس. وعندنا عقدين خالصين تقريبا يعني في الصوفيه والشرقيه بنجهز فيهم. تمام. هنشوف التوقيت المناسب عشان نفتح الفروع دي، وان شاء الله من بدايه شهر 2 المفروض ان انا عامل خطه زيارات لكل الفروع المفروض اللي تقدمت للاكاديميه، او ان احنا كل في خط سير كده هيبقى موجود في الفتره الجايه. تمام. عشان نشوف بقيه المحافظات اللي ممكن فيها نشتغل فيها في الاكاديميه تاني. في لا في حاجات كتيره قوي مش عايز احرقها دلوقتي. في مواهب يا كابتن بيو بقى في الاكاديميات، يعني فعلا اكاديميات النادي الاهلي بتطلع مواهب لقطاع الناشئين؟ والله بص يا كابتن سامة، انا السنه دي عندي فوق ال 25 ولد للاكاديميه بيلعبوا في قطاع الناشئين ما شاء الله، وعندي حوالي من 3 لـ4 مدربين موجودين في قطاع الناشئين. وعندي حد من الجهاز الطبي كمان موجود من الاكاديميه راح القطاع الناشئين، فاحنا الحمد لله في تواصل بينه وبين الكابتن فتحي جيد جدا، سواء في اللاعبين، في المدربين، في الاداريين، في حتى في الجهاز الطبي، اي حد الكابتن فتحي بيبقى يعني محتاجه من عندي بي 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 على طول بياخده. وهو ده الهدف من الاكاديميه، ان هو يبقى يعني مكان يقدر القطاع الناشئين يبص عليه الكابتن على طول بقى بمنتهى الامانه. اولا محتاجه ان هو موجود في مكان بيجي معانا، راح معانا اكثر من مكان، ولسه كنا في السويس من 10 ايام
بيختار ولاده وبيشوف، وهو معانا على طول في مدينه مصر وبيتفرج على الماتشات، بياخد تقارير على طول مني عن حاله الولاد والمدير اللي بيتقدم كلام. احنا في بينا شغل كويس جدا، ان شاء الله الفترات القادمه دي هنشوف ولاد اكتر، وفي هو حاطط عينه على كمان على مجموعه من الولاد ان شاء الله بيجهزوا بياخدوا ماتشات. انت عارف عندنا احنا بياخدوا ماتشات اكتر شويه تمام، ويجهزوا وان شاء الله بيبقى فرصه بالنسبه لهم ان يبقوا موجودين في القطاع. السنه دي عملنا حاجه كانت مهمه جدا، كل الاختبارات بتاعت النادي الاهلي في المحافظات كانت جوه الاكاديميه، كانت الاولى جوه الاكاديميه. فهو ده الفتره الجايه دي ان شاء الله التواصل كبير جدا، ملاعب الاكاديميه في كل المحافظات هي تبقى تقريبا يعني هي ملاعب القطاع الناشئين، يستفيد منها يحتاجها في اي وقت هيلاقيها جاهزه وشغل واقف كله، واحنا كله للنادي تمام، كلنا دايره واحده، قطاع الكوره كله دايره واحده، كلنا بنقدم على بعض ان شاء الله ان احنا بتدور في مصر كلها على كل اللعيبه المميزه. زي ما احنا بنشوف يا كابتن بيبو، انت بتقول ما شاء الله 11 فرع ولسه في رؤيه مستقبليه لافتتاح فروع ثانيه. 12 فرع عندنا كمان في الامارات، عندنا في الكويت كمان، وفي رؤيه مستقبليه في الدول العربيه. ممكن في يوم من الايام نشوف النادي الاهلي بيفتتح اكاديميه في افريقيا؟ ما انا قلتها يا كابتن اسامه، ما يعني ايه طبعا يعني دي مفاجآت ولا ايه؟ ما تجريش بينا بقى. ما احنا عايزين حاجات حصريه لبرنامج الاشبال. بقول لك ما تحرقش طيب. المفاجآت الفضائيه، لا لا في حاجات كتيره جدا يعني احنا قاعدين قعدنا كذا قعده في تفكير في كذا اتجاه ان شاء الله ماشي كويس جدا فيهم، وان شاء الله تعرف كنادي الاهلي ما بنقولش حاجه الا لما بتبقى خلاص خلصت 100%، انما التفكير ان الاكاديميه تروح لسكه ثانيه خالص واتجاه ثاني في الفتره الجايه. طبعا هتشكر كل الناس اللي هي كانت يعني اشتغلت في الاكاديميه وعملت مجهود كبير جدا، واحنا بنكمل شغلهم تمام، احنا مفيش حد بيجي يرسم الشغل قديم ويشتغل لوحده تمام كله متواصل وكله قدم نجاحات للنادي الاهلي. وخلي بالك في الاخر اللي بينجح هو اسم النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي هو اللي بيخلينا كلنا نعرف نشتغل، اسم النادي الاهلي اقوى من اي حاجه يخليك تنجح حتى بنص مجهودك يعني. اخيرا بقى، عندنا كم خالد بيبو في اكاديميات النادي الاهلي؟ السؤال المحرج ده. لا بص يا كابتن اسامه، طبعا لا في مواهب كتير جدا، ويعني انا عندي مجموعه من اللاعبين مميزين جدا وهشوفهم مفاجآت يعني في الفتره اللي جايه. السن الصغير ده بصراحه فيه شويه اولاد محترمين جدا تمام، عندهم القتال كمان مختلف. يعني انت زمان كنت بتدور على الموهبه بس، لا انت دلوقتي انا بقول لك انا عندي اولاد 5 و6 سنين عندهم روح مش طبيعيه تمام، وحاسين بقيمه تيشيرت النادي الاهلي. هو ده اللي انا بدور عليه كمان دلوقتي، يبقى انت بتشتغل على الناحيه الفنيه وناحيه ان انت تزرع في الاولاد من دلوقتي ازاي يبقى عارف قيمه النادي الاهلي. وهو بصراحه بمنتهى الامانه يعني اولياء الامور بيساعدونا في تمام كويس ده، وفرصه بقى وانا معاك اقول كلمتين اولياء الامور، لو سمحت لو سمحت لو سمحت ما تمشوش ورا اي حد بيضلل اولياء الامور، لان اولياء الامور بمنتهى الامانه عايزين اولادهم يبقوا كويسين وعايزين يهتموا باولادهم. احنا بنقول لكم صح، ما حدش فينا عايز ولادكم يبقوا وحش، احنا عايزين الاولاد يبقوا كويسين، لان احنا يا كابتن اسامه ايدينا في ايديك كده وايدينا في كل الناس اللي بتشتغل في قطاع الاكاديميات او قطاع الناشئين في مصر، عايزين نقضي على حاجه اسمها البرايفت. الولد يبقى بيتمرن عندك وبعدين يروح ولي الامر ياخد كتير على ولد صغير عنده 7 8 سنين، ان انا ممكن احرقه بدري في النقطه دي. ونرجع نبص على ولد عنده 16 17 سنه عنده تسوهات وعنده مشاكل في رجليه وتعبان ومش قادر يجري، ونرجع نتكلم ونقول احنا يا جماعه احنا عندنا الولاد الصغيرين عند 16 17 سنه ما بعرفش نكسب حد، لان من اللي بيحصل لان انا اسف يبقى ان اولياء الامور بيمشوا ورا كلام الناس. بص بقى الولد ناقص مثلا ايه مش عارف ايه، طب انت بقى تعالى هنعمل الجزئيه، انا بلاقي اولياء الامور هم اللي بيجروا ورا المدربين تمام عشان يعملوا برايفت. مشكله ان ولي الامر يعني محمد صلاح عمل حاله في مصر، فدايما تلاقي ولي الامر يعني مستعجل في النقطه دي. انا عايز بس اخدك لنقطه اخيره بقى، شعورك ايه واحنا داخلين على سنه جديده ومقربين من يناير، يعني بالنسبه ليوم 6/1 يعني؟ والله يعني بص الواحد انا بحتفل بعيد ميلادي 3 4 مرات في السنه، 5 ويوم 6/1 يعني حاجات كتير
كتيره قوي كده ويمكن تكتوبه انا بحث ودي حاجه كويسه بتساعدني. فرصه من خلالك برضه طبعا اقول لكل جماهير النادي الاهلي او كل لعيبه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي ما تنساش اي حد لابس تيشيرت النادي الاهلي، وانت لعيب كويس عشان لابس تيشيرت النادي الاهلي، في لعيبه كويسين كتير انما الجماهير دي بتحبك عشان انت بتلعب باسم النادي. تمام كابتن خالد بيبو مدير كابتن خالد بيبو مدير اكاديميات النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. رساله مهمه طبعا من كابتن خالد بيبو لكل النادي الاهلي، انك دايما تبقى حريص ان وراك جمهور كبير، لازم تبذل اقصى جهد عندك علشان دايما تسعد جماهير النادي الاهلي. كانت مداخله مهمه جدا من كابتن خالد بيبو، ما شاء الله اللي عامل شغل من وقت ما تولى ملف اكاديميات النادي الاهلي، وهو عامل شغل كبير جدا وليه رؤيه مستقبليه ان شاء الله تشوف تطور كبير في اكاديميات النادي الاهلي. وهنروح نشوف نتائج الاسبوع، نتائج فرق قطاع الناشئين في الاسبوع اللي فات. هنستعرض دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه مواليد 2004 فوز الاهلي على الاتصالات 3-0، مواليد 2003 الاهلي والمقاولين وفوز المقاولين العرب 3-1، مواليد 2001 وفوز النادي الاهلي على المصري 1-0، مواليد 99 مباراه كبيره كابتن مدحت طه ولاعيبته الزمالك والاهلي، وكانت المباراه في 100 عقبه في ملعب الزمالك والتعادل السلبي بين الزمالك والاهلي 0-0. مواليد 97 ويواصل الكابتن عادل عبد الرحمن سلسله الانتصارات الاهلي وطلائع الجيش وفوز الاهلي 2-1، مواليد 97 برضه سموحه والاهلي وفوز الاهلي في الثواني الاخيره في الدقيقه 95 عن طريق عمار حمدي، كانت مباراه كبيره فاز فيها الاهلي على سموحه في الثواني الاخيره. هنروح دلوقتي مع حضراتكم هنشوف الفقره اللي انتم دايما بتستنوها معانا، فقره اهداف الاسبوع بالصوت والصوره. عملوها في الشباكة خلصوها، هدف مركز عادل عبد الرحمن. كريم يحيى، كريم يحيى يضع ضربة رأس قوية، ارجع يا مخرج اللقاء هات الركلة الركنية. مؤمن زكريا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد لو كملت، ريان جول 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 جوه جول الموسيقار عمار، عمار حمدي يضع هدف ثاني للنادي الاهلي. حسن يوسف عايز يلم، عايز يعدي، عايز يمر، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جوه جول. حسن يوسف يضع هدف اول لفريق الطلائع الجيش. حطها لزياد، زياد حياده على شماله اللي بيحب يرفع والرفعه وجول جول جول جول. مقاس يا ولد يا ولد، قلت حطها له على شماله اللي بيحب يلعبها زياد طارق، اسيست رائع رائع رائع. ينزل واحد تاني ممكن يتحرك من تحت لفوق لما انا شايف محمد خيري، وادي التاني وادي التاني التاني التاني، حلوه حلوه حلوه. ياسين بياخد الكوره ويلف بيها، يعني خدها كده عمل وداخل مصطفى. يا ولد يا ولد، بقول لكم بقول لكم ولد جميل، حلوه حلوه حلوه، حاططها في المقص ما يقدرش يعمل لها حاجه. عبد الحميد يا ولد حاططها لزياد، حلوه قوي، دخل المنطقه زياد عدل لنفسه، يا ولد لما جميله. ياسين مره واتنين وجول، مره واتنين وجول جول جول، هدف في الدقيقه 27 ياسين علي يسجل لنفسه، هايل جدا. بسم الله ما شاء الله، يتلعب لافريقي، افريقي يعدل الكوره، افريقي رقص ابو العيله ويجيب جول. الله 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 يا افريقي، بيسجل هدف جميل 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 في الدقيقه 40 من الشوط الثاني. الفرقه كلها بتجري على مصطفى حسين والشهره افريقي. اكيد كل الاهداف حلوه، لكن دايما زي ما احنا معودين حضراتكم ان احنا دايما في كل حاله هنختار ثلاث اهداف احسن اهداف من وجهه نظرنا، هنستعرضهم دلوقتي مع حضراتكم عشان نشرحهم دلوقتي الثلاث اهداف. اول هدف كان لمصطفى الياس في مباراه الاهلي والنصر، انتهت فوز الاهلي 5-0، هدف رائع 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 من كره ثابته تحس انه حاططها بايده في المقص، يعني لا يعني صعبه جدا لو اي حارس مرمى واقف صعب عليه. الهدف الثاني برده من نفس المباراه كان لياسين علي، الاستلام رائع، اتحطيت له بينيه التحرك في المساحه الفاضيه، استلمها بشماله استلمها بيمينه وسددها بشماله، صعبه برده على الجون، هدف رائع لياسين علي. الهدف الثالث كان لحسن يوسف لاعب الفريق الاول في طلائع الجيش في مباراه الشباب الاهلي طلائع الجيش اللي انتهت بفوز الاهلي 2-1، هدف برده رائع لحسن يوسف، هدف
رائع لحسن يوسف. هنروح دلوقتي مع حضراتكم هنشوف تشكيلة الأفضل خلال الأسبوع اللي فات لكل فرق القطاع. دايما زي ما احنا معودين حضراتكم الأفضل سلوكيا والأفضل فنيا، ودي بيبقى برضه حريص عليها كل اللعيبة داخل القطاع إن كل واحد دايما يبقى هو الأفضل في الأسبوع في مركزه. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة في حراسة المرمى رمضان أبو حطب مواليد 99، خط الظهر من اليمين كريم يحيى مواليد 98 باك رايت، بجاد محمد 2004 مساك، علاء الشربيني مواليد 2000، باك ليفت محمد أشرف 2001، اثنين نص ملعب مدافع محمد نصير مواليد 99 وأحمد السيد مواليد 99، ثلاثة تحت المهاجم ياسين علي مواليد 2000 وميدو نبيل 2003 وعلي أيمن 2004، وفي خط الهجوم عبد الوهاب علي مهاجم منتخب الأسبوع. هي دي تشكيلة الأفضل زي ما احنا شايفينها قدام حضراتكم اللعيبة اللي تألقت داخل القطاع خلال الأسبوع اللي فات. هنروح دلوقتي مع حضراتكم لتقرير مهم كان النادي الأهلي يعني عقد صفقة مع ناشئ أو مواليد 97 لعيب إن شاء الله يكون مستقبل النادي الأهلي هو محمود السلمي. الحلو في الصفقة إن محمود السلمي لاعب فلسطيني، وطبعا عارفين الجماهيريه الكبيره جدا للنادي الاهلي في فلسطين وخاصه كمان برضو في قطاع غزه. نتمنى ان شاء الله ودعواتنا كلنا كمصريين ان النادي الاهلي قريب ان شاء الله يروح وتقام مباراه في فلسطين ان شاء الله يعني من خلال النادي الاهلي والكره الفلسطينيه. نشوف تقرير عن محمود السلمي نرجع لحضراتكم مره ثانيه. والله الأمر هذا بالنسبة لي حلم كبير، وكل أي لاعب بيطمح طبعا ينضم لنادي كبير زي النادي الأهلي. والله حلمي من وأنا صغير طبعا أني أنضم لنادي كبير زي النادي الأهلي، وإن شاء الله أكون قد المسؤولية وأكون عند حسن الظن إن شاء الله. أول ما جيت هنا رحبوا فيا كتير يعني، وأنا خلاص انسجمت معهم خلاص يعني صرنا بقينا أصحاب. كابتن عادل عبد الرحمن يعني أول ما أجيت عملني كأب يعني، وفر لي كل حاجة يعني كل سبل الراحة، وقال لي ان شاء الله هتكون يعني من اللاعبين المميزين، وانا يعني بفتخر اني بتدرب تحت ايدين كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن كبير وانا يعني استفدت منه كثير وحستفيد ان شاء الله. شعبيه النادي الاهلي شعبيه كبيره يعني، كل والله يعني انا من وانا صغير يعني من وانا صغير كثير كنت بشجع النادي الاهلي، وعيلتي طبعا كانت بتشجع النادي الاهلي. بشكل عام في فلسطين في كتير يعني الدوري المصري متابع بشكل كبير، والنادي الاهلي له شعبيه كبيره في فلسطين طبعا. من وانا صغير كنت انا بحب ابو تريكه كتير، وانا صغير كنت بحب ابو تريكه ومحمد بركات، دول نجوم يعني كنت بتابع طبعا الدوري المصري والنادي الاهلي بالتحديد يعني، عشان الواحد يتعلم ويصل اللي بده اياه. صحيح خاصه في غزه ابو تريكه ده معروف عنه في فلسطين، ده شخص طيب ومحترم وكل الصفات الحلوه فيه، وهو بيحب فلسطين وفلسطين كلها بتحبه. ان شاء الله انا اقدر اكون قد المسؤوليه واقدر افرح جماهير النادي الاهلي واقدر اثبت نفسي وافرح الفلسطين طبعا طبعا طبعا. وان شاء الله رب اكون عند حسن الظن ان شاء الله. النادي الاهلي طبعا نادي كبير، واي حد اي لاعب بيطمح انه يكون لاعب للنادي الاهلي، عشان كده وانا بشرفني اكون لاعب في النادي الاهلي طبعا. والله بدايه كان احساس عظيم، احساس يعني شيء كبير اني اشوف لعيبه يعني انا كنت دايما بشوفهم على التلفزيون عندنا، اكون متواجد معهم كان شعور رهيب يعني شعور حلو طبعا. اكيد الانسجام طبعا مع اللعيبه دي اول طريق للنجاح. كلامك صحيح ان شاء الله اقدر، هي تحقيق البطولات هي الحاجه اللي انا نفسي اعملها في النادي الاهلي وافرح الجمهور النادي الاهلي والجمهور الفلسطيني. انا بشكركم كثير جدا على الاستقبال الرائع، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واقدر افرحكم دائما ان شاء الله. احنا اللي سعداء يعني بانضمام محمود السلم اللاعب الفلسطيني للنادي الاهلي، وبنقول لك انت وسط اهلك في مصر تفرح كل الشعب الفلسطيني بمشاركتك ان شاء الله مع النادي الاهلي، وبنتمنى لك التوفيق خلال الفتره اللي جايه. هنروح دلوقتي لتقرير برضو مهم مع الكابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وتوليه المسؤوليه خلال الفتره اللي جايه.
اي حد لعب في النادي الاهلي من ابناء النادي الاهلي اللي هم اتربوا وعاشوا ولعبوا كتير عدد من السنوات الكبيره في النادي الاهلي, يعني النادي الاهلي ده في دمي يعني, فاكيد يوم ما هيطلب مني اي منصب ما بقولش لا, بدليل ان انا كنت في قناه الاهلي وبعد كده كنت الاول في قطاع ناشئين وبعد كده قناه الاهلي وبعد كده قطاع ناشئين تاني وبعد كده قناه الاهلي بعد كده لجنه فنيه وبعد كده النهارده في القطاع تاني مره تانيه, ف عمري ما هتأخر أكيد. النادي الأهلي دايما بيبقى هو رقم واحد في حياتنا يعني. الحمد لله أن كل واحد ليه سبب في ظهور اللعيبة دي والشكل دوت. أكيد أنا كنت البداية معايا اللي هما كانوا طالعين من 8 وجول وأن إزاي يقفوا 11, فالأمور بتبقى صعبة جدا خلي بالك وعايزة مجهود يعني كبير, فالحمد لله ربنا وفقني وقدرت أن يعني مع مساعد طبعا أكيد أحمد سراج كان معايا وقعد مع الفرقة دي 3 سنين كمان بعد كده, فكان في فضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعمل فرقه فعلا للنادي الاهلي, والحمد لله قد كان الفرقه ال2000 اعتقد انها مبشره جدا للنادي الاهلي, فيها اكتر من لعيب مميز يعني يلعبوا في الفريق الاول, وده اعتمدنا بقى الفتره اللي جايه يمكن من خلال كابتن فتحي مبروك وهو رئيس قطاع, وده الفتره الجايه الرؤيه الجديده مع مجلس الاداره مع كابتن محمود الخطيب اللي هو يعني راجل الكروي اكيد النجم الاسطوره الكبير, ان احنا نفرغ لعيبه للفريق الاول, هو ده الاهم بتاعنا, هو ده الاهم الشغل الشاغل بتاعنا دلوقتي, ان احنا انت عارف اديك شايف الارقام بقت حاجه كبيره جدا, فانت النهارده كمان انت بتصرف فلوس كبيره جدا جدا في القطاع تحت وفي النهايه اللعيبه بتمشي, لا طب انا استفاد بعد كل اللي انا بصرفه على اللعيبه ان يبقى لازم يبقى عندي حد فوق الفريق الاول, فده اللي ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى لينا دور فيه من خلال كابتن فتحي ومتابعتنا الكبيره لقطاع الناشئين, ان شاء الله هيبقى لينا دور ان احنا نطلع لعيبه للفريق الاول. انا من اول يوم فعلا والله جيت وقعدت مع كابتن فتحي واداني اختصاصاتي والحمد لله بباشر معاه كل حاجه وبتابع وهو عايز يعرفني كل حاجه وعايز يعني بيساعدني في كل الشتى طرق, يعني ما فيش حاجه معلومه الا ما هو اللي بيقولها لي وبقعد معاه, وديك انت شايف انت بنفسك موجود في النادي كل يوم, والحمد لله باجي من بدري جدا ببقى قاعد بمشي اخر واحد لغايه لما اتابع واحفظ الفرقه كلها, لان مسؤوليه كبيره طبعا, وان يبقى ثقه مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب في الواحد الحمد لله, فدي ثقه كبيره لازم اكون قدها ان شاء الله. اتشرفت ان انا اكون من قطاع ناشئين النادي الاهلي, وانا عندي 10 سنين كنت متواجد في النادي الاهلي بس مش في مدينه نصر, كنا في التتش, وده اللي بقوله للولاد لما باجي اتكلم معاهم ان يعني شرف كبير جدا جدا انك تكون تلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي رقم واحد وسيظل رقم واحد الى الابد, لان النادي الاهلي يعني لو هنتكلم على التاريخ هو تاريخ, ما هو الناس بتقول لك انتوا بتتكلموا بالتاريخ ما انا هتكلم بايه, ما هو الواقع والتاريخ والحاضر والمستقبل هو النادي الاهلي, لو هنتكلم بطولات هو النادي الاهلي رقم واحد في البطولات, هنتكلم بالتاريخ هو النادي الاهلي رقم واحد في التاريخ, فيعني عشان ما حدش يضحك على الناس واقول الناس والشباب في أندية منافسة كبيرة, لكن في فرق كبير جدا, في فرق كبير يعني, ويمكن احد رموز نادي الزمالك كان بيقول كده, هو انا كنت متخيل ان في حاجة اسمها قطبي الكرة المصرية, هو قطب واحد, فيعني انا مش عايز احيد في الموضوع ده, لكن لا في انديه كبيره ومحترمه وليها تاريخ وليها باع وليها بطولات, بس النادي الاهلي في حته تانية, فلازم الناشئ يبقى عارف من خلال اسامه وخلال البرنامج ان لا النادي الاهلي ده تاريخ كبير جدا جدا جدا, وبيجي لك اعداد مهوله في الاختبارات واعداد مهوله في القوائم الفرق, لكن في النهايه لا صح الا صحيح, اللي هيبقى عايز يلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي ليه مواصفات معينه, النادي الاهلي بتاع مواصفات معينه عشان يقدر يحافظ على البطولات, ويمكن الحمد لله الواحد كان ليه الشرف ان هو يطلع من قطاع ناشئين, اتمنى ان يبقى فيه مليون هشام حنفي ان شاء الله. اكيد ابن من ابناء الاهلي المخلصين الكابتن هشام حنفي اتربى داخل ان هو ناشئ صغير مرورا بالفريق الاول ودلوقتي هو مسؤول, نتمنى له ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه في مهمته وهو كابتن فتحي مبروك. هنروح دلوقتي لفقره الذكريات, عندنا فقره الذكريات دي هتكون فقره ان شاء الله موجوده معانا في برنامج الاشبال. سنه 98 كان الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه حريص ان يعمل استراحه للناشئين المغتربين داخل النادي الاهلي للاهتمام بيهم دراسيا فنيا وبرضه في التغذيه. اللي كان بيتولى مدير الاستراحه في الوقت في 98 كان الاستاذ فتحي كشك, وكان موجود نجوم في الاستراحه وقتها لسه صغيرين بعد كده ظهروا للكره المصريه, منهم طبعا عماد متعب, حسام غالي, اسامه حسني, احمد بلال. نشوف الكواليس مع الاستاذ فتحي كشك, نرجع لحضراتكم مره ثانيه. والكره متصعده عليه اسامه, واسامه جول. ممكن يحط احمد وبيلعبها عرضيه وجول,
جول 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 جول. والله انا بقالي حوالي 23 24 سنه ابتديت بمشرف استراحه ناشئين. كنت انا اللي انشات الاستراحه تقريبا. كان جالي الكابتن محمد رمضان وقال لي يعني هو كان في دماغه فكره معينه انه لان كان في بدايه قبل ما يعملوا الاستراحه كانت اللعيبه بتاخد شقق مفروشه بره، فكانت الشقق المفروشه دي فيها مشاكل كتير قوي، فهو حب يجمع اللعيبه دي كلها في مكان وفي اشراف. ومن ضمن المهام اللي اسندها الي كمان التغذيه، انا كنت انا بعمل برامج التغذيه لكل اللعيبه القطاع تقريبا كله. والله احنا ابتدينا الاستراحه دي بحوالي 23 لاعب، كان من ضمنهم من اشهرهم طبعا كان لعيب احمد بلال، كان عندي احمد فهيم، كان عندي شريف اشرف، كان عندي ايهاب عبد عاطي، حماده لوزه، حسام غالي، عماد متعب، اسامه حسني، كل دول كانوا موجودين عندي في الاستراحه. اللي كان واضح قوي من وهو صغير كان حسام غالي. حسام غالي كان بيحب الكوره كمعشوقه، يعني كان يحلم بيها، كان بينطق الكوره بطريقه غريبه قوي على عصبه رجله، انا ما شفتش لعيب بيعملها الحكايه دي. كابتن اسامه كان من الناس الملتزمه قوي، كان بيحب يذاكر، وكان عنده حاجه غريبه بقى، كان في عز الشتاء يخش يستحمى بميه ساقعه. ليه يا عم اسامه؟ قال لي عشان ما انامش. طب ممكن تعي يا اسامه؟ قال لا، ما هو بحب كده. فكانت دي في حاجه غريبه يعني مش ما كانتش موجوده عند عندي في الشتاء، ميه ساقعه. وكان دايما يسهر يذاكر، وكان قليل قوي لما تلاقي حد في الاستراحه كان بيذاكر يعني. في مره من المرات كان عندنا جون، انا بصراحه مش متذكر اسمه، بس كان جون كويس يعني، اسمه عماد، وكان مربي شنبه وكان معجب بيه قوي. فجه حسام بالليل وراح حلق له نص شنبه، والولد الغريبه انه ما حسش، شاله كله. قام الصبح بقى بيتمطع وعايز يقف قدام المرايه يبص كده، لقى نفسه في نص شنب والنص التاني مش لاقيه، فدخل طبعا شال الاثنين، ولحد النهارده ما عرفش مين اللي شاله له. وكان عندنا لعيب تاني اسمه ايهاب عبد عاطي. ايهاب عبد عاطي كان بيخاف من سيره التعبين، يعني مثلا لو احنا بنحكي حكايه عن التعبين، مش مفيش تعبين ولا حاجه، بس بنحكي حكايه عن التعبين يترعب. فحطوا له مره حبل، هاكله حكايه كده، وحط له حبل في السرير، وهو لما طلع بيشيل البطانيه لقى الحبل، نط من السرير ده للسرير الثالث، نط يعني كان هيتعور فيها. من المواقف اللي انا ما اقدرش انساها بقى في حياتي، كان عماد متعب بيلعب ماتش وكانت العضله الضمه بتاعته تعباه شويه، فكان المدير الفني بتاعه شطه، كان عنده 15 سنه افتكر، والدكتور جابه عندنا بالليل وقال لي لو تعب وبديله الحقنه دي، حقنه مسكن كده. كانت حوالي الساعه 12 كانوا بيلعبوا ماتش بره، وعلى ما رجعوا من السفر بتاعه كان بيت الساعه 12 يعني. فقعد شويه كده وهو بيتفرج على التلفزيون، وقال لي ايه؟ اديني الحقنه يا استاذ فتحي. قلت له ما انت كويس يا عماد، بلاش تاخد. قال لي لا انا تعبان. قلت له طيب. عبيت الحقنه واديتها له، مشي من هنا بتاع 3 4 خطوات، ولقيته بيقول لي انا دايخ، وراح مرمى على السرير وبقه اتعوج وابتدى يريم ريم من بقه. انا بصراحه اترعبت، فرحت متصل بالدكتور، يا دكتور الولد اديته الحقنه وحصل له كذا كذا كذا، اغمى عليه وداخ يعني. قال لي خد الوقت واطلع على اقرب مستشفى. طب انا ما عنديش عربيه، استناك اما تيجي نوديه بعربيتك. قال لي على ما اجي لك يكون مات. دم هرب. رحت لامم الاولاد بتوع الاستراحه وشلناه على سرير على كرسي من بتوع الملعب دول. الباب اللي ورا ده ما كانش فيه بيمشي عربيات. طلعت ولد اسمه مجدي جدوع، طلع على البوابه الرئيسيه جاب لنا تاكسي ولف وخدناه وطلعنا على مستشفى رابعه. واول ما دخلت هناك الدكتور بيقول لي انا خدت الامبول الفاضي طبعا. بيقول لي ايه اللي حصل له؟ بقول له خد الامبول ده وورر له جرار. راح منيمه على السرير ومسكه كده من هنا كده وقعد يخبط عليه شويه، ابتدى ايه؟ يبردش. رحت انا قاعد واخد نفس. مفيش لسه بقعد ولقيت الدكتور داخل عليا لونه اصفر زي الليمونه. فبيقول لي الولد جرى له ايه؟ قلت له الحمد لله ابتدى يبربش. راح قاعد جنبي. اتطرح ان عماد عنده فوبيا من الحقن. مع انه هو اللي جه قال لي هات الحقنه ادهاني. بس الفوبيا هي اللي عملت فيه كده، ومن ساعتها بطلت ادي حقن تاني لاي حد يعني. والكره متصعطه عليه اسامه، واسامه جول. و
خط احمد وبيلعبها عرضيه وجول جول 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 جول. اشكر الاستاذ فتحي كشك على الكواليس اللي بيحكيها لاول مره اللي تظهر على شاشه قناه النادي الاهلي، ودايما يكون معانا فقره الذكريات ومعانا واحد شاهد زي ما بيقولوا على العصر وعلى النجوم من لحظه انضمامها للناشئين النادي الاهلي، ومرورا بعد كده اصبحوا نجوم في الكره المصريه. هنروح دلوقتي لتقرير تاني مع براعم الاهلي مواليد 2007 والكابتن محمد عبد العزيز. هنشوف تقرير عن براعم الاهلي 2007 ونرجع لحضراتكم مره تانية. طبعا الحمد لله على التصدر، بس هي مجموعتين شغالين في يوم، وهو الاسم مهرجان، يعني هو مش دوري هو مهرجان، والغرض منه طبعا بنرفع الضغوط عن الولاد، ما بقاش في ضغط عصبي ولا ذهني ولا اي حاجه بالنسبه للولاد، بينزل يلعب بيأدي اللي هو اتمرن عليه خلال الاسبوع، وبنرفع الضغوط على المدربين كمان وعلى اولياء الامور، ما بقاش في حده بينهم ولا تنافس بينهم ولا جري على النتيجه ولا كلام من ده، لا احنا بنلعب حتى السكور شيت بتاع المنطقه ما فيهوش نتيجه، يعني احنا بنأدي الماتش واللي كسبان خسران متعادل، كل واحد بيسلم على بعضه وهو خارج. انت المراحل السنيه الصغيره المطلوب منها مرحله تعليميه، فانت بالنسبه للولد مربي مدرس اب، بعد كده يجي اخر حاجه موضوع الكوره وكلام من ده، لان انت بتقابل معاك في الفرقه 25 30 لعيب ب 25 30 عقليه مختلفه، فتبص لنفسك انت عايز تعود كل الناس ديت تتعامل على دماغك انت، فانت بتضطر انك انت تنزل لهم، هم صعب في المرحله السنيه الصغيره ان هم يطلعوا لك ويطلعوا للفكر بتاعك، لكن انت سهل ان انت تنزل لهم وتتعامل معاهم من هذا المنطلق. اللي هيقدر يستحمل ويقدر يكمل ويقدر يطور من نفسه ويشتغل على نفسه كويس طبعا مع الاخوه الافاضل المدربين في قطاع الناشئين، ده اللي هيقدر يوصل ان شاء الله. الالتزام والنظام هم اول طريق بيوصل للولد في النجاح. طبعا الالتزام والنظام والالتزام مش في الملعب بس، لا ده بره الملعب كمان وفي الدراسه، لان احنا دايما ناكد على الولاد دايما خليك ماشي في الاتجاهين، الدراسه والكره ماشيين في اتجاه واحد هما الاثنين، عشان تطلع كمان لما تكبر تبقى لعيب مثقف، لعيب مدرك بالاحداث اللي بتحصل حواليك، تقدر تلم المواضيع كلها وتقدر تتعامل مع الظروف والمطبات اللي هتقابلك في الطريق، تقدر تتعامل معاهم بصوره كويسه وانت لعيب مثقف. انا اسمي عبد الرحمن سعيد الشيمي، بلعب مواليد 2007، مركزي مهاجم. جيت الاهلي عن طريق الاكاديميه، ومن الاكاديميه او طلعت مع اول اختبارات وبعدها دخلت، اتعلمت الانتماء وروح القتاليه والكوره كلها. انا اسمي ادم محمد، بلعب في النادي الاهلي مواليد 2007، مركزي باك ليفت. انا قلت للكابتن ايمن والنبي انا بلعب باك ليفت زيك، ينفع التيشيرت؟ فدهولي. انا اسمي ابراهيم نافع عبد الدايم، مواليد 2007، مركزي مهاجم. كنت في الاكاديميه وكابتن تامر حفني طلعني بيقول لي لازم يبقى عندك روح قويه ودايما بلعب على المكسب، ولازم ناخد مركز اول على طول. انا اسمي حمزه علي عماد، مركزي مهاجم في النادي الاهلي، رجع يعني طلعت من الاكاديميه، انا قاعد في الاهلي بقالي 4 سنين. كابتن تامر حفني قال لي ان الاهلي ده احسن نادي في مصر، لازم يبقى عندك روح قلب، لازم مركز اول، مفيش حاجه اسمها مركز ثاني، مفيش خساره مفيش تعادل. اسمي كريم عمرو، مواليد 2007، بلعب باك رايت. انا جيت النادي الاهلي عن طريق الاكاديميه بعد ما كنت تامر حسني اختارني، تعلمت العزيمه والروح والقتاليه والعب في اخر دقيقه في الماتش. انا اسمي احمد الشيخ، بلعب في النادي الاهلي، طلعت عن طريق الاختبارات وكابتن تامر اختارني، على طول بيقولوا لي لازم تلعب راجل عشان ما تسيبش مكانك في النادي، ومفروض اللي هو في ناس كتيره متمنين ان هم يلعبوا في النادي ده، فلازم احافظ على مكاني وعمري ما اسيبه. انا اسمي يوسف شريف، انا شهرتي كهربا، بلعب هاف يمين. انا جيت النادي الاهلي 2008، وانا جيت النادي الاهلي عن طريق الاكاديميه. نادي الاهلي هو لازم يكون المركز الاول، عمره ما هيتعادل او يخسر، احنا بنكسب على طول. حاجة جميلة جدا لما تلاقي ولاد صغيرون عندهم 7 سنين وثمان سنين بيتكلموا عن روح الفانيلا الحمراء، عن الإصرار والعزيمة، بيتكلموا إن دايما النادي الأهلي في المركز الأول. حاجة صراحة حاجة حلوة جدا إن في السن الصغير ده، يعني بنحيي طبعا كل المدربين الموجودين في مدرسة الكرة وفي البرامج إنهم بيعلموا الولاد يعني مبادئ النادي الأهلي من صغرهم. وكمان عندنا كان اللقطة في التقرير كمان لقطة جميلة، اللاعب آدم محمد وهو بيقول لأيمن أشرف في مباراة الأهلي الأخيرة
يعني انت مثل الاعلى يا كابتن. وايمن اشرف طبعا يعني بيديله التيشيرت بتاعه زي ما احنا شايفينه دلوقتي قدام حضراتكم. ده اللاعب ادم محمد باك ليفت في براعم الكره، اجيال بتسلم بعض. من برنامج الاشبال يعني بنقدم التحيه للكابتن امام محمدين مدير قطاع الناشئين في انبي، ونتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل. يعني الكابتن امام محمدين اسم كبير جدا في قطاعات الناشئين، وقدم مواهب للكره المصريه وكل انديه مصر، وطلع مواهب لانبي. وان شاء الله يعني كاميرا الاشبال هتكون موجوده في قطاع الناشئين بانبي خلال الفتره اللي جايه. زي ما عودنا حضراتكم دايما في برنامج الاشبال عندنا فقره نجم على الطريق، نجم دايما بنتنبأ له ان شاء الله انه يكون موجود في الفريق الاول بعد كده. زي ما قدمنا النهارده في موهبه لا تقل عن شادي رضوان، هو نجم مواليد 2000 بيلعب تحت المهاجم زياد طارق. نشوف تقرير مع زياد طارق، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. انا زياد طارق، لاعب النادي الاهلي مواليد 2000، مركزي تحت الفراوده وجناح هجوم. انا رحت اكاديميه كابتن علي ماهر وانا عندي 5 سنين واتمرنت فيها، وبعدين رحت انبي سنه 2008، وبعدين جيت على النادي الاهلي هنا 2010. كل يوم باجي النادي الاهلي مع الفرقه اتمرن واروح لحد ما اتأيدت بقى. اكيد طبعا فرحه ما اقدرش اوصفها، يعني ده النادي الاهلي ما نمتش تقريبا من الفرحه، ما كنتش عارف انام عشان النادي الاهلي ده حاجه كبيره. طبعا انا استفدت طبعا من كل المدربين، انا اول ما جيت كان كابتن محمد شرف مسكنا، وبعدين كابتن اسامه عباس، وبعدين كابتن عصام صلاح، وكابتن هشام حنفي، وبعدين كابتن احمد سراج بقى، والسنه دي كابتن امين عرابي. هو اليوم بيبدا بيبقى مثلا التمرين الساعه 1، بنخلص تمرين بنقعد شويه مع الفرقه نهزر ونضحك، واقرب الناس ليا كلهم قريبين مني. يعني طبعا بيبقى لازم يبقى في التزام في حياتك، خروجات كتير بتبقى، ما فيش خروجات كتير، مش بتبقى زي الناس العاديه يعني ما تتبسطش في حياتك، تبقى حياه صعبه. يعني احلامي ان شاء الله يعني ان انا اطلع الدرجه الاولى واحقق بطولات في الدرجه الاولى واسعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. انا مسعي الاعلى كابتن وليد سليمان عشان هو لعيب كبير وحقق بطولات للنادي الاهلي وراجل قيمه عاليه، يعني عشان روحه وراجل كابتن هداف ومخلص للنادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي بجد من قلبه. يعني ببقى نفسي طبعا اشارك معاهم، ببقى نفسي معاهم في الملعب، وده حلم بيتمناه اي حد، مش اي لعيب كوره واي حد في الدنيا بيتمنى يبقى يلعب في النادي الاهلي. يعني كابتن ابو تريكه في الصفاقسي طبعا دي حاجه يعني ما تتنسيش، ما فيش حد اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي ما حدش بينسى الجول ده، يعني كان جول صعب جدا وفي وقت صعب. يعني الهدف الاول للنادي الاهلي، محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا. كان حلم من احلام حياتي ان العب مع كابتن ابو تريكه طبعا، وجونين طبعا كابتن اسامه حسني في الكاس قدام الزمالك. وفي انتشار، وادي توغل، وادي احمد صديق ممكن يحط احمد وبيلعبها عرضيه وجول جول 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 جول. كابتن حسام عاشور وكابتن وليد سليمان طبعا عشان هم اكبر اثنين دلوقتي في الدرجه الاولى وشايلين الفرقه. كوره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني، هدف الثاني وليد سليمان. انا بقول لكابتن وليد سليمان ربنا يكرمه ان شاء الله الفتره الجايه ويحقق بطولات النادي الاهلي. انا بشكر طبعا كابتن اسامه حسني وبشكر برنامج الاشبال ان هو بيسلط الضوء على قطاع الناشئين هنا. على مسؤوليه الشخصيه ان شاء الله انتظروا يعني السنين الجايه زياد طارق من اللعيبه صراحه، اللعيبه المميزه داخل قطاع الناشئين، ونتمنى ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه. هنروح دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيوف الكابتن ممدوح عبيد مدرب العام لفريق 2001 واحمد نبيل كوكا لاعب فريق 2001. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وبرحب بضيوف الكابتن ممدوح عبيد المدرب العام لفريق 2001 واحمد نبيل كوكا لاعبي فريق 2001. ازيك يا كابتن ممدوح؟ ازيك يا كابتن اسامه، منور الشاشه يا كابتن، ربنا يكرمك. واول حاجه انا ببارك لحضرتك على البرنامج، اول مره مع حضرتك، حاجه جميله يعني اهتمام حضرتك بالاشبال والناشئين، وربنا يكرمك بالتوفيق على طول باذن الله. قول لي بقى، بتتابعوا البرنامج ده؟ طبعا، بس احنا عندنا مشكله صغيره في الميعاد. ميعاد ماتشاتنا في نفس ميعاد برنامج حضرتك،
فبنشوف القعده بالليل يعني، انما في موبايل في وقتها ما بنشوفوش. تمام. برحب النهارده باحمد نبيل كوكا. اهلا بك يا كابتن، وسعيد جدا مع حضرتك النهارده، وبشكرك على البرنامج وبارك لك ان انت بتسلط الضوء على الاشبال، فبشكرك يعني. قول لي بقى ايه كوكا دي؟ ده اسم شهره ولا اسمك ده؟ لا ده اسم شهره، انا اسمي في الحياه احمد نبيل عاشور. كوكا دي والدي طلع عليا. والدك اللي طلع عليك يعني؟ جايه من ايه كوكا يعني؟ يعني انا لحد دلوقتي ما سالتوش. ما اعرفش يعني. احنا عندنا كان احمد حسن كوكا اللي يعني اللاعب في المحترف دلوقتي، فممكن تكون كوكا دي زي كوكا دي بقى. قول لي بقى كابتن ممدوح، يعني عايزك تقول لي الجهاز الفني بالبدايه بقى، يعني اسماء الناس كلها عندكم في 2001. احنا فرقه 2001 مدير فني الكابتن احمد سراج، وموجود كابتن زكريا حسين، وانا، وموجود جهاز طبي معانا الدكتور محمد عبد الحكيم. تمام. معانا كابتن ناجح مدلك، معانا كابتن محمد راشد اداري، معانا كابتن اسلام مخطط احمال. تمام. طبعا معانا العمال سامح وعم شعبان. تمام. ومدرب حراس مرمى. مدرب حراس مرمى صح، كابتن احمد ابراهيم. كابتن احمد ابراهيم التاريخ كله كابتن احمد ابراهيم يعني. ما شاء الله عاملين شغل يعني هايل يعني من بدايه الموسم، وتصدر جدول المسابقه، ويعني وبتفنشوا كمان الدور الاولاني ما شاء الله بلقاءات قويه جدا يعني. فوز امام الزمالك في ملعبه 2-0، فوز امام الاسماعيلي في ملعبه 3-1، وكمان فوز اخير يعني المصري 1-0. الحمد لله يعني. كان بدايه الدور الثاني كان الاسماعيلي في ملعبه وكان 3-1، والمصري الاسبوع اللي فات كنا في السويس 1-0، وقبليها كان الزمالك الحمد لله في متعقبه 2-0. فالحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته، وكل ماتش الحمد لله بيجيب اللي بعده الحمد لله. انت عارف في النادي الاهلي اول حاجه بتحطها المكسب. طبعا دي طبعا دي اول حاجه، فالحمد لله المكسب بيجيب مكسب، فالحمد لله ماشيين بخطه ثابته، والحمد لله يعني مصدرين الدوري من اول اسبوع لحد دلوقتي الحمد لله. تمام. قول لي بقى ابو حميد، بقالك كام سنه في قطاع الناشئين بين الاهلي؟ انا بقالي 9 سنين في النادي الاهلي، من 2008 2009. 2008 2009 اختبارات ولا؟ جيت عن طريق الاختبارات، كنت بلعب في مركز شباب عندنا، مركز شباب البساتين مع كابتن احمد عبد الهادي. وجي قال لي ان في اختبارات النادي الاهلي فعايزك تروح. فعلا تاني يوم رحت النادي الاهلي، كان رحت الاختبارات والحمد لله نجحت، يعني كان من احسن ايام حياتي. طبعا. يعني ان انا اتقبل في النادي الاهلي ده، دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. كان في فرقه ال2000 بقى كانت لسه موجوده، كانت ال2001 لسه ما اتعملتش. تمام. قعدت معاهم 3 شهور، وبعدين جم قالوا لي هتنزل الاكاديميه سنه على ما ال2001 تتعمل. تمام. يعني انت انضميت للنادي الاهلي مع 2000، ما كانش لسه 2001 لا ما كانش لسه ال 2001 اتعملوا، نزلت للاكاديميه 3 شهور. تمام. كانت ال 2001 بقى اتعملت، طلعت بقى كانت ال 2001 اتعملت، والحمد لله من ساعتها موجود في النادي الاهلي يعني، ربنا يديم عليا نعم ان شاء الله يعني، وتبقى موجود كمان في الريال. بتتابع بقى برنامج الاشبال؟ واحنا دايما بناخد تشكيله الاسبوع دايما بيكون فيها احمد نبيل كوكا. طبعا. يعني انا بشكرك فعلا على البرنامج ده، يعني الناشئين في مصر كانت محتاجه برنامج زي ده يهتم بالناشئين، فانا بشكرك. وطبعا بنتابع البرنامج، بس زي ما كابتن ممدوح قال يعني كان الميعاد بس يوم الجمعه الساعه 3 بس بيبقى عندنا ماتش، ففي الاعاده طبعا بنتابع البرنامج يعني. تمام. كابتن ممدوح قول لي بقى، يعني التعاون اللي ما بينك وما بين الكابتن احمد سراج يعني، وما بين الجهاز الفني كله؟ يعني انا وكابتن احمد سراج وكابتن زكريا وكابتن احمد ابراهيم برضو معانا. تمام. يعني كابتن احمد سراج الصراحه بيشاركنا في كل حاجه، بياخد راينا في اللعيبه، في التشكيل بتاع الماتشات، عندنا مثلا حد في نقص في حاجه فبيجي بياخد راينا، والراجل الصراحه برضو في التغييرات في الماتشات برضو بياخد راينا، فصراحه يعني الراجل متعاون جدا معانا، واحنا الحمد لله متعاونين معاه. والحمد لله يعني ده نتيجته ان الفرقه الحمد لله ماشيه على طول بخطه ثابته الحمد لله يعني. تمام. احمد نبيل قول لي بقى، يعني انت واحنا بنتكلم قبل الهوا قلت لي على رقم كده انتم محققينه في 2001 من السنه اللي فاتت. محققين رقم كبير، بقى لنا 52 مباراه بدون هزيمه. 52 مباراه من الموسم اللي فات. 52 مباراه بدون هزيمه، والحمد لله دايما اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، ماشيين بخطه ثابته. دايما بنتكلم انا وزمايلي ان عايزين نكبر الرقم ده ما يقلش. يعني انتوا بتتكلموا كمان وانتوا صغيرين وناشئين انكم عاملين رقم من السنه اللي فاتت، عايزين تكملوا المسيره دي؟ عايزين نمشي على المسيره دي، عايزين نكبر الرقم ده، ما حدش يقدر يكسره. عايزين يعني 52 مباراه نتكلم، ليه ما يكونش 60، ليه 70، ليه 80؟ عايزين نمشي على خطه ثابته ان شاء الله ونعمل ارقام كبيره زي ما احنا متعودين. خلي بالك واحنا كنا برضو يعني افتكر دلوقتي وانا كنت لاعب، كان على ما اعتقد سنه 2005 وكنا مع مستر مانو جوزيه،
حققنا وصلنا الرقم على ما اعتقد حاجه 79 مثلا او 76 حاجه كده، ان احنا وصلنا العدد من المباريات بدون هزيمه في النادي، وكان رقم كبير يعني اتحط في ال. احنا متعودين من صغرنا ان ما فيش حاجه اسمها هزيمه يعني بالنسبه لنا. طبعا الهزيمه وارده في كره القدم، بس احنا متعودين ما فيش هزيمه يعني، دايما ان شاء الله بنلعب على المكسب. فالحمد لله يعني الرقم ده كويس جدا، وان شاء الله نكبره اكتر واكتر ان شاء الله. مباراه بنشوف دلوقتي كابتن ممدوح، كابتن احمد، دي كانت مباراه الاهلي وبيراميدز صح؟ انتهت فوز الاهلي 3-2. ده كانت مباراه مثيره دي. مباراه الصراحه كابتن كانت صعبه جدا. الثواني الاخيره احنا كسبنا في ممكن في الدقيقه 91 او 92 جبنا الجون الثالث. يعني الماتش كان ماشي 1-0 لينا. قول لي بقى الهدف ده مين اللي جابه بقى؟ ده الهدف ده بتاع بيراميدز، ده الجون الهدف الثاني بتاع بيراميدز. الهدف الثالث جابه الكابتن احمد اشرف. جابه في الدقيقه حاجه و90. الجون الثاني كان جابه ده الجون الثالث؟ ده الثالث ده. ده الثالث ده جون الفوز في الثواني الاخيره؟ ده عبد الوهاب. لا ده الجون الثاني. ده الجون الثاني. ده الجون الثاني. الجون الثاني. الجون الاولاني كان شادي، الثاني عبد الوهاب. شادي رضوان جاب جون رائع في المباراه دي. صراحه يعني كان مهاره عاليه جدا، وركنها بطن رجله. كان هادي جدا في ال 18، وقف على كورته وعدى من واحد ورقص الثاني. ده كان الهدف الثالث على فكره. ده الهدف الثالث بتاع اشرف. هو ده هدف شادي. ده الهدف بتاع شادي، ده الهدف الاول. يعني ربنا يشفي يعني، وان شاء الله يرجع لنا بالسلامه ان شاء الله. طمنا بقى شادي رضوان يا كابتن ممدوح، يعني كان نزل وبعد كده رجعت له اصابه ثاني، يعني وصل لايه دلوقتي؟ هو والله كابتن هو دلوقتي في فتره راحه سلبيه، يعني بعد العمليه كان ركب شريحه ومسامير في كتفه. فالدكتور بعد العمليه اداله راحه سلبيه. تمام. وبعد الراحه السلبيه تخلص ان شاء الله هينزل يعمل تاهيل. فهو قدامه في راحه سلبيه ممكن اسبوع 10 ايام. بقى يبدا يعمل بقى التاهيل بتاعه علاج الطبيعي. يعني اهم حاجه مش عايزينه يستعجل، يعني ياخد وقته الكافي عشان مش عايزين الاصابه ترجع تاني. شادي رضوان وطبعا كل اللعيبه زمايله في القطاع كلها مواهب لازم نحافظ عليها. طبعا احنا في الفرقه مفتقدينه جدا، بس يعني الحمد لله زمايله معوضين الغياب ده. هو يعني حاجه كبيره جدا في الفرقه، بس الحمد لله موجود، الناس كلها بتادي والناس كلها يعني معوضين الغياب بتاعه. بس طبعا ان شاء الله ربنا يرجعنا بالسلامه باذن الله ان شاء الله. قول لي بقى ابو حميد، مباراه الزمالك كانت اول مباراه ليك تلعبها قصاد الزمالك، ولا كان لعبت مباراه قبل كده؟ لا لعبت مباراه قبل كده السنه اللي فاتت، والحمد لله برضو كسبناها. كسبتوها كام السنه اللي فاتت؟ كسبناها 3-1. 3-1. الحمد لله. يعني دايما يعني احنا لعبنا بتهيألي 6 ماتشات مع الزمالك، 6 الحمد لله يعني كسبناهم الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. ايه اللي يختلف بقى؟ السنه اللي فاتت المباراه كان على ما اعتقد كانت في ملعب السويس، السنه دي المباراه كانت في ميت عوبه صح؟ ميت عوبه في ملعب الزمالك. يعني ايه اللي يختلف بقى انك تلعب في ملعب محايد او بتلعب جوه نادي الزمالك؟ لا جوه نادي الزمالك وجوه النادي الاهلي انا شايف دي احسن بكتير، يعني بتبقى اجواء خاصه. دي الاهلي والزمالك دي بتبقى يعني مباراه جماهيريه، مباراه ليها طعم تاني يعني كلعيبه وجماهير وكل حاجه يعني تعمل. الحمد لله يعني قدرنا نكسبها الحمد لله. يعني كان عندكم يا كابتن ممدوح ماتشين مهمين في نفس الاسبوع. زمالك في ملعبه في ميت عوبه، بعد كده في نفس الاسبوع بتروح الاسماعيلي في الاسماعيلي، وبعد كده المصري. الثلاث ماتشات في اسبوع واحد. او المصري كمان. يعني الثلاث ماتشات كان جمعه اثنين جمعه، لعبنا في اسبوع واحد ثلاث ماتشات. يعني انت بتتكلم جمعه اثنين جمعه، يعني مفيش وقت كمان كافي للراحه انك ما بين مباراه والثانيه. لا لا ما كانش في وقت، يعني في الاسبوع لعبنا الثلاث ماتشات، والثلاثه يعني حضرتك عارف قيمه الفرقه اللي احنا بنلعبها، الزمالك اسماعيلي مصري. طب. يعني ثلاثه قيمه كبيره وفرق كويسه وفرق محترمه. فالحمد لله ربنا كرمنا ان احنا قدرنا، يعني اللعيبه موجوده وجاهزه وواقفه على رجليها ان هي تقدر تادي الثلاث ماتشات في اسبوع واحد. ربنا كرمنا بالثلاث ماتشات بالتسعه بونت الحمد لله. تمام يعني. وكان دي مرحله مهمه جدا كمان عشان تصدركم الدوري. وهنشوف دلوقتي برضو على الشاشه، نستعرض دلوقتي جدول الترتيب بالاهداف زي ما احنا قلنا دلوقتي. يعني احمد نبيل بيقول احنا اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، ومتصدرين كمان بفارق كبير عن المركز الثاني هو طلائع الجيش. قول لي بقى ابو حميد مين. طيب هنشوف دلوقتي على الشاشه مع حضرتك دلوقتي ده جدول الترتيب، يعني جدول الترتيب. النادي الاهلي في المركز الاول لعب 19 مباراه، فوز في 16 مباراه، تعادل في 3 ماتشات، مفيش هزيمه الحمد لله. اقوى خط هجوم 57 هدف، واقوى خط دفاع 10 اهداف، رصيد 51 نقطه. المركز الثاني طلائع الجيش، بس طلائع الجيش ليه مباراه مؤجله مع الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 43 نقطه. شايف يا كابتن ممدوح بقى التصدر والارقام ما شاء الله الهائله دي ازاي؟ لا الحمد لله، يعني احنا اول ما مسكنا الفرقه في اول موسم
يعني احنا واخدين انطباعنا ان دي احسن فرقه موجوده في القطاع، فيها لعيبه الصراحه مواهب كويسه، فيها ناس ان شاء الله باذن الله كمان سنتين ثلاثه بالكتير تكون ممثله النادي الاهلي الفريق الاول، ويكونوا يعني حاجه كويسه في المنتخب كمان. فهم فرقه كويسه واحنا الحمد لله اجتهدنا معاهم واشتغلنا، وهم الصراحه بينفذوا كويس يا كابتن اسامه، كويس بيسمعوا الكلام من الناس اللي بتادي الواجبات اللي انت بتطلبها منها يعني على طول، يعني ما بتاخدش معاك وقت، فدي اللي مساعدانا الحمد لله ان هم بيادوا كويس ومساعدانا في التصدر بتاع الجدول. يعني كان معايا النهارده مداخله مع كابتن ربيع ياسين، وكنت بكلمه كمان على منتخب 2001، واحنا عندنا اربع لعيبه من 2001 في منتخب مصر. الاسماء مغربي عربي صابر وعبد القادر وعربي. ان شاء الله تكون موجود ان شاء الله، يعني باستمرارك بادائك القوي ودايما بناخدك في تشكيله الاسبوع ان شاء الله يكون ليك فرصه يعني قريبه في منتخب مصر. قول لي بقى وانت بتتفرج على ماتشات الفريق الاول مين مسك الاعلى فوق؟ مسك الاعلى كابتن حسام عاشور طبعا. حسام عاشور قدوه ليا يا كابتن حسام عاشور، بتهيألي بقى له 15 سنه الراجل حاطط رجله في الملعب. يعني كابتن حسام عاشور من الحاجات اللي باخدها منه يعني وهو مستوى قليل بيديك 70% من ادائه كويس، يعني دي حاجه كويسه جدا. يعني الراجل بقى له 15 سنه بيشارك مع اساسي بطولات كتير جدا، يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويفضل وياخد بطولات اكتر واكتر ان شاء الله. ده مثل الاعلى في مصر. خلي بالك حسام عاشور يعني واحنا في سنه 2005 كان لسه ناشئ صغير طالع من الفريق الاول، كان بيلعب وقتها حسن مصطفى وكان بيلعب محمد شوقي، وهو كان بيدخل برضه يعني على فترات، بس من اللحظه من 2005 وانت بتتكلم في 2018 حسام عاشور يعني رسالتي لكل الناشئين داخل النادي الاهلي هو بنفس التواضع اللي هو فيه، نفس النجوميه اللي وصلها، بنفس التواضع، بنفس دايما احترامه للتمرين واحترامه لمدربه. حتى لو بصينا على مدار ال 13 سنه ولا 15 سنه اتغير مدربين على النادي الاهلي سواء مصريين او اجانب، دايما بتلاقي حسام عاشور رقم واحد. طبعا زي بقول لحضرتك يعني بقاله 15 سنه زي ما بتقول لحضرتك، مدربين، جهاز فني بيتغير، دايما هو يعني العمود الرئيسي للنادي الاهلي في المكان ده يعني، فربنا يكرمه ويحميه ان شاء الله. يعني ومين عالميا بقى؟ عالميا كانتي. كانتي ده بتاع تشيلسي. اللاعب الفرنسي. طيب كابتن ممدوح كلمنا بقى عن يعني علاقه الكابتن فتحي مبروك بمدربين القطاع، يعني خاصه ان احنا دايما يعني كابتن فتحي مبروك دايما ورا فرق القطاع، دايما بيسافر معاكم، موجود في الماتشات اللي موجوده في مدينه نصر. لا هو الصراحه يعني كابتن فتحي من الشخصيات المحترمه جدا، راجل طبعا قيمه وقامه كبيره، هو محتوي الناس كلها. يعني انا من ساعه ما هو مسك القطاع انا ما حسيتش ان مثلا هو مدير القطاع واحنا مدربين، لا احنا حاسين ان هو يعني اخونا الكبير موجود على طول، توجيهاته معانا على طول، ما بيسيبناش في اي ماتش، يعني ورانا في اسماعيليه، ورانا في السويس، واي مكان بيكون موجود على طول متواجد معانا، توجيهاته على طول مستمره معانا. فالصراحه يعني هو يعني راجل باذل مجهود كبير، ومجهوده ده منعكس على القطاع، يعني القطاع ما حضرتك اغلبيه الفرق كلها متصدره يعني الحمد لله. ان شاء الله هنستعرض دايما في برنامج الاشبال كل جداول الترتيب دايما يعني كل اسبوع تبقى معانا. فده يعني برضو ده يعني ثمار ومجهود القطاع كله، برئاسه كابتن فتحي برضو ان هو يعني محتوي الجهاز القطاع كله الصراحه. يعني الراجل مش مقصر في حاجه الصراحه، وبقول لحضرتك يعني احنا حاسين ان هو اخونا الكبير يعني مش المدير بتاعنا، محتوينا وبيقعد معانا وبيتكلم ومصاحبنا وبيوجه الاولاد على طول، يعني في التمرين في الماتشات بيجي بيقف معاهم بيديهم خبراته طبعا. فالصراحه الراجل يعني ربنا يكرمه، يعني اب تاني لينا، يعني دايما بيتكلم معانا، بيسافر معانا الماتشات على طول، بيتكلم معاكم دايما دايما يعني بيهزر معانا حتى يعني خارج الملعب، دايما بيهزر معانا، دايما بيسافر معانا ماتشات بره، مكافئات، يعني بنشكره طبعا من خلال قناه النادي الاهلي. مش متاخر الصراحه. قول لي بقى مكافاه الزمالك بعد ما كسبتوا الزمالك. لازم كنا عارفين ان كابتن فتحي هيطلع مكافاه وقتها على طول. طلع لنا مكافاه مضاعفه الحمد لله، ويعني دايما في الماتشات مش الزمالك بس، يعني اي ماتش دايما على طول لنا مكافاتنا يعني الحمد لله. طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ ان انا واخدها حاجه حاجه يعني. اول حاجه البطوله مع فرقتي 2001 ان شاء الله اخدها. تاني حاجه منتخب مصر ان شاء الله. تالت حاجه الدرجه الاولى طبعا، ده الحلم الكبير ليا بقى. بتحلم دايما بالدرجه الاولى طبعا، يعني وانت في كل تمرينه بتنزل او في كل مباراه دايما حاطط الدرجه الاولى في بالك؟ يعني طبعا من اول جيت النادي الاهلي 8 سنين ولا 9 سنين بموت نفسي ان انا يعني اطلع درجه اولى طبعا، يعني ده الحلم اللي انا بسعى له، يعني والدي ووالدتي بيسعوا له يعني وبيتعبوا معايا عشان اوصل له.
كابتن ممدوح قول لي بقى، كابتن احمد سراج دايما بلاقيه واقف على الخط حتى والنادي الاهلي كسبان، دايما بتلاقيه واقف وبوجه وصح اخطاء. هل يعني هي عاده عن الكابتن احمد سراج ولا هو ده الصح في السن؟ هو الكابتن احمد من عادته ان هو بيحب يقف على الخط عشان الاولاد تسمع صوته مستجيبه معاه على طول. فهو كسبان او متعادلين او لا قدر الله مثلا متاخرين بجون ولا حاجه، على طول بيحب يكون واقف بيديهم توجيهات. هم كمان في الملعب الاولاد بتستجيب جدا يعني، كمان لما الكابتن احمد بيبقى واقف بيسمع صوته بيوجههم بيحفزهم في الماتش فبيستجيبوا جدا. فهو كمان هو حابب ان هو يبقى متواجد على الخط على طول يعني. واوقات كتير برضو بيجي بيقعد يقول لي يلا كابتن ممدوح انت قوم وجه، كابتن زكريا قوم انت قول لهم كده، ف بتبقى يعني بالتناوب ما بيننا احنا الثلاثه يعني على طول يعني. ابرز النصائح بقى الكابتن دايما سراج بيديها لك احمد؟ يعني كابتن احمد اشتغل معايا كتير جدا السنه دي وطور مني جدا يعني، دايما عايزني يعني كان معايا مكالمه معاه امبارح، دايما عايزني اثبت على المستوى اللي انا ماشي بيه ده من اول السنه، وان شاء الله انا بوعده يعني ان شاء الله هتطور اكتر واكتر، ويعني دايما بيتكلم معايا وان شاء الله عندي احسن، وان شاء الله يعني الماتشات الجايه ان شاء الله هيبقى فيها اداء احسن من الماتشات اللي فاتت ان شاء الله. زي ما احنا انتوا معوديننا دايما ان دايما فريق 2001 يعني ده حصان الرهان بتاعنا دايما هنا في منهج الاشبال باذن الله. ان شاء الله. خلي بالك احنا يعني دايما يعني ذعنا مباراه ال 97 على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، وبكره برده ان شاء الله السبت هنكون في استوديو تحليل للمباراه برده شباب الاهلي وشباب المقاولين. لسه 2001 ان شاء الله هنذيع لكم برده مباراه على الهواء مباشره ان شاء الله. ان شاء الله يعني بنشكرك يا كابتن بجد يعني مهتم بينا جدا، فاحنا بنشكرك يعني من خلال قناه النادي الاهلي. يعني حضرتك كمان عملت برنامج يعني ومجهود كبير جدا انك سلطت الضوء على يعني الاشبال دول، ان يعني ما كانش حد برده بيشوفهم، ما حدش سمع عنهم، فدلوقتي حضرتك بالبرنامج بتاع حضرتك الاشبال بدات تتعرف، بداوا الجماهير يعرفوهم. يعني حضرتك برده انت عاصرت الاهلي في التتش، احنا كان الجماهير عارفانا واحد واحد بالاسم. فدلوقتي غابت دي، ان طبعا احنا رحنا مدينه نصر دلوقتي الناشئين والفريق الاول في التتش، فالجماهير في التتش ما بيجوش مدينه نصر، فما يعرفوش اشبالهم دي، ما يعرفوش الشباب اللي هتطلع بعد كده مش عارفينه. من خلال برنامج حضرتك دلوقتي بداوا يعرفوهم بالاسم وبداوا يحفظوهم ويعرفوا ده يعني مميزاته ايه، وده ان شاء الله يبقى موجود في فريق اول كمان سنه اتنين. فيعني بنشكر حضرتك يعني جدا. واحنا هنا في برنامج الاشبال دايما هنبقى في ظهركم، ودايما لو في اي مشكله لقطاع الناشئين دايما هنكون يعني واقفين في ظهركم وهنحلها لكم، دايما هنكون سند ليكم، ودايما هنسلط الضوء وهنبرز المواهب الموجوده داخل قطاع الناشئين، زي ما احنا برضو تواصلنا مع الكابتن ربيع ياسين وبنقدم مواهب لمنتخب 2001. عايزك تكلمنا يا كابتن ممدوح عن يعني المواهب الموجوده داخل 2001، عايزك تكلمني عن كل عنصر كده. يعني بص حضرتك يا كابتن، يعني فرقه 2001 يعني لو قعدنا نعدها يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحرسهم، يعني احنا لو عندنا حاجه و20 واحد متقاعدين في القايمه كلهم يعني مواهب واحده باذن الله. بس هي بتختلف، حضرتك عارف ان جاهزيه اللاعب ده هو اللي يبقى موجود في الماتش الثاني مثلا قريب منه وكل حاجه، بس انا في الماتش ده محتاج ده ومش محتاج الثاني. انما هم بسم الله ما شاء الله يا كابتن يعني كلهم مواهب واحده باذن الله، وان شاء الله يبقى ليهم اسم كبير جوه النادي، واللي ما هيحصل له التوفيق في النادي يبقى ليه اسم كبير برضه بره النادي باذن الله. طيب عربي بدر بيتم تصعيده اللي بيلعب مع 97 وبرضه تصعيده خلال الفتره اللي فاتت مع الفريق الاول في مباراه الوديه، يعني شايفين ازاي الشغل ده خاصه ان عربي بدر كمان عندكم في 2001؟ لا هو يعني لعيب مميز، وكابتن عادل اول ما جه اول الموسم مسك واتفرج على الفرقه فاختار كذا عنصر من الفرقه عندنا. فمع الكلام مع كابتن احمد سراج اتفقوا ان مثلا عربي يبقى هو اللي موجود فوق، فعربي موجود فوق بيمثلهم في 97، حتى احنا ما بنيجي نطلب عربي من الكابتن عادل. يعني في تعاون، في يعني تعاون طبعا ما بين 2001 وحتى كابتن مدحت في 99 وكابتن عادل عبد الرحمن في 97. طبعا الثلاث فرق اللي فوقينا في تعاون، يعني احنا في اول الموسم كان كابتن امين في 2000 واخد مننا لعيبه، كابتن مدحت كان واخد، كابتن عادل كان واخد، فيعني هم احنا ما بنحتاج حد من اللي موجودين فوق معاهم صراحه، ما بيتاخروش عننا وبناخدهم. وكابتن ياسر محمدين برده في 2002 احنا واخدين منه كذا عنصر، والراجل اي حاجه بنطلبها منه برده ما بيتاخرش عننا. فالحمد لله كل فرق الناشئين في تعاون ما بينهم، انا عندي لعيب الفرقه اللي فوقيه ممكن تاخده، انا في الفرقه اللي تحتيه ممكن اخد منهم، فالمساله يعني كل القطاع واحد.
كل القطاع واحد، كل القطاع واحد، اي لعيب بتحتاجه من اي فرقه ما حدش يتاخر عنك الحمد لله يعني. طيب واحنا دايما هنفضل في ظهركم وفي ظهر كل فرق القطاع في النادي الاهلي. كابتن ممدوح بيت شرفتنا ونورتنا، ربنا يكرمك كابتن اسامه بالتوفيق دايما، وان شاء الله البرنامج بتاع حضرتك كده يبقى احسن برنامج في الشرق الاوسط ان شاء الله. كابتن احمد نبيل شرفتنا ونورتنا، بشكرك كابتن اسامه، وسعيد جدا ان اول لقاء ليا يكون في قناه النادي الاهلي يكون مع نجم كبير زي حضرتك، فانا بشكرك وبشكرك مره ثانيه على البرنامج وبارك لك. خلي بالك انت اول ضيف يبقى لاعب عندنا في برنامج الاشبال. حبيبك يا كابتن حبيبي، ربنا يخليك، ربنا يكرمك دايما ان شاء الله. بشكر ضيوفي اللي شرفوني النهارده، الكابتن ممدوح عبيد المدرب العام لفريق 2001، واحمد نبيل كوكا لاعب فريق 2001. استنونا بكره ان شاء الله الساعه 1:30 حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي والاستوديو التحليلي لمباراه شباب الاهلي والمقاولين 97. استنونا بكره وفي مفاجآت كتير. شكرا والى اللقاء.